على بقى. في تحاربنا وفي كل ما سرينا انما لا حل دك المعتدي من تعب جهيئة الميليشيات الانقلابية. نحييكم في فكرة استشهاد ايوار جامع الشيباني عندما قررت الميليشيات الانقلابية ان تنقلب على كل وقامت تقتل ابناء حي الجمهوري. كان اول شهداء الجمهوري ارتقاء الشهيد احمد الطلقي في يوم 1/5 يوم الجمعة يوم ان عطلت الجمعات لارتفع اصوات الرصاص. نحن اليوم نقف معكم نتذكر شهدائنا شهداء حي الجمهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل كلنا يعلم منزلة الشهيد عند الله عظيمة ولا ينال الشهادة إلا من أحبه الله واختاره ويصطفي منكم شهداء. والشهادة هي اصطفاء واختيار لمن أراد الله العلا فهنيئا لكل شهيد الشهادة ولكل أسرته وأحبائه الشفاعة. فهنيئا لكل من أخلص النية لله ولم يخرج لمغنم ولم يخرج لدنيا يصيبها. فهنيئا له إخلاصه ودخوله للجهاد نظيفا وخروجه نظيفا. فهنيئا لمن خرج دفاعا عن دينه ونصرة للمظلومين والمستضعفين وطردا للمجرمين وأعوانهم من المنافقين ومن أبناء جلدتهم. اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا وفك أسرانا وانصرنا على من ظلمنا وطغى علينا. اليوم نقف في ذكرى سقوط أول شهيد وارتقاء أول شهيد في منطقة حي الجمهوري الشهيد أحمد الطولقي. هذه الوقفة رمزية لكل الشهداء الذين سقطوا في هذا الحي الذي وقف ضد الميليشيات وتقدمها في مدينة تعز. وقف لهم كالجبل الأشم الذي لم يستطيعوا أن يتخطوه بالرغم من سقوط العديد من الشهداء بالرغم من قصف الكثير من البيوت والمنازل بالرغم من نزوح الكثير من الأهالي هذا الحي. تضررت المستشفى تضررت المدرسة نزح الكثير من الأهالي الأطفال أيضا تم قنصهم. حي الجمهوري الحي الأكثر ازدحاما بالأطفال والنساء والبيوت والمساكن أصبح خاليا بعد مداهمة الميليشيات الإنقلابية في يوم 1/5 لهذا الحي ودخولهم واستيلائهم على المساجد. لقد تعطلت الجمعات في هذا الحي تعطل الأذان لم يرتفع الأذان حتى تم النصر على الميليشيات الإنقلابية ودحرهم من قلعة القاهرة ومن المحافظة وانتصرت إرادة أبناء حي الجمهوري. هذه صورة ابني هذا الشهيد ب30 شوال طلع جاهد في شيباني لما تحرر القلعة إن شاء الله شهيد بالجنة معه عنده 4 أولاد. ها هذا الفتين بناته وهذا ابنه باقي الابن الكبير ابن محمد رؤوف عبد محمد سعيد. هذا ابني أحمد قتلنا الحوثيين بجامع الشيباني قبل سنة. هذا اللي يقوله وهو عند ربه خلاص. أحمد نعمان عبد الله فازع الحمد لله إن شاء الله عند ربهم يرزقون الحمد لله. أنا فرحانة ولا زعلانة ولا حاجة. علي عبد الله صالح الله يقتله هو عبد الملك الحوثي ولا الحوثيين اللي نزلوا لا تعز هذا كان يقاتل على دينه وعلى اليمن بكله. هذا ابني احمد واحرمونا من كل حاجه. الله يقتلك يا علي عبد الله صالح يقتل عيالك. قتلت الشعب اليمني خرب ما خلي لنا حاجه بداخل اليمن حتى القطر الماء قطعونا علينا قطع الطريق نشي نخرج نشي ندخل ما يخلونا الحوثيين الكلاب هذا حق علي عبد الله صالح ازلامه يرقص على راس الثعابين على قولة انه كان يرقص على راس الثعاب يضحك على الشعب اليمني كان نحن نحبه ونقول هذا ما فيش زيه وهو رجع خاين
خاين، خاين اليمن، خان الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجة الشهيد طه عبد يوسف، أتحدث في هذه ذكرى هذا اليوم، ذكرى سقوط أول شهيد في حي الجمهوري. طبعا الشهيد خرج هو وزملائه للدفاع عن حي الجمهوري لوصول الميليشيات في داخله. نقول نحن زوجات الشهيد في هذا اليوم، وأمهات الشهداء، وأبناء الشهداء، أبناء الشهداء، أولادي، كلنا لا نرضى بالحوار مع الحوثة، لا نرضى بالحوار مع الحوثة، لا نقبل بالحوار مع الميليشيا التي لا ترضى إلا بالموت. هي تحاوركم، هنا تقتلنا، هي تحاوركم، هنا تحاصرنا، هي تحاوركم، هنا تقنص الطفل والصغير، تقنص الرجل والمرأة، لا تعرف لا تعرف أساسات الحوار أصلا. نحن نناشد التحالف ونقول لها، نحن أسر الشهداء، ما زالت الأوراق الكبيرة بأيديكم، أوراقا قوية، شدوا عزمكم على التخلص من هذه الميليشيا، فحواركم لها هي إنما هو اعترافكم بها، واعترافكم بأنها ستكون في اليمن. حوار هذه الميليشيات لا فائدة منه، ويقال سابقا، قال سابقا، المقرب لا يقرب، وقد قربناهم من حروب 2004 حتى يومنا هذا. أي حوار التزموا به، أي حوار أو اتفاقات التزموا بها. نحن نناشد ونقول أن دماء الشهداء وأنات الجرحى لا ترضى بهذا الحوار. نريد من التحالف العزمة والحسمة وتخليص اليمن، وهي التحالف بقوتها لا تستطيع التخلص من هذه الميليشيا، لا، إنما تستطيع التخلص من هذه الميليشيا بسياستها وحنكتها. ونقول لهم أن التخلص منها سيتم بدعمنا أولا، بدعم المقاومة في تعز، بدعم كل من هم في تعز وفي اليمن بشكل عام، بها نكمل تحرير اليمن، فأمن اليمن هو أمن المنطقة بشكل عام. ونحن نقول أن الميليشيا هي يد إيران في هذه المنطقة، وتحرير اليمن من هذه الميليشيا هي تحرير لشبه الجزيرة العربية بشكل عام. أنا أم الشهيد مؤمن، الحمد لله أن ربي شرفني باستشهاد ابني وهو من أحب أولادي. الحمد لله خاتم المصحف، وله الحمد، يعني أنه ربي اصطفاه من بين، يعني اختار الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي شهداء. الحمد لله هذه حي الجمهورية، يعني ربي اصطفى منهم شهداء، لكن الحوثي صح قاوا ميليشيات، ونحن لم نعتدي، وانهم هم اللي اعتدوا علينا وقاوا يهدموا بيوتنا ويقصفوها ويقتلوا ابنائنا. الحمد لله بيتنا قال صاروخ، والحمد لله على كل حال. هذا اخي الشهيد حمزه مزهر الاديمي، ابن قائد حي الجمهوري، الذي دافع عن تعز وعن دينها وعن عرضها دفاعا وضحى بنفسه، وهو الذي لقبه اصحابه باسد الجمهوري، لانه واجه الدبابه وجها لوجه وقام بتفجيرها ولم يهب اي عدو، وقد ارتقى الله مقبلا وليس مدبرا. ونتمنى من جميع الدول ان تساند تعز ويرفع الحصار عنا، نحن نقاوم هنا وندافع عن وطننا، وان لم يصمد احد معنا فنحن نستعد ان نقاوم بانفسنا، نحن النساء حتى ولم انتهى الرجال.